السعيد اليوم باستضافة هذا التكوين التحكيمي في الجامعة الملكية لبن منطون بشراكة، وتنشكر الجامعة الملكية اللي وضعت الثقة ديالها في عصمة الرباط الصلاة والقنيطرة باش تنظيم هذا التحكيم. اليوم الأول عرف مشاركة متميزة لمجموعة ديال الأطر في الجانب التحكيمي اللي شرف عليه إطار وطني اللي تنتمي اللجنة الوطنية للتحكيم بالجامعة. بالنسبة لنا احنا هذه انطلاقة قوية من بعد توقف لأكثر من سنة بحكم الجائحة، ومن خلال هذا النشاط بالمناسبة هذا النشاط تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية. احنا واحد الجامعة اللي فاتية حاطين واحد استراتيجية عمل فيها مجموعة من الأوراش، فيها ما هو توسيع قاعدة. توسيع القاعدة كيطلب حكام كي كتشوفوا احنا المهم درنا واحد الدورة تكوينية اليوم، الحمد لله وفرنا لها الظروف كلها، الظروف النجاح كي كتشتوا الظروف النجاح. المهم دورة دازت هائلة بشهادة الجميع، وحنا كنديروا واحد الالتقائية مع العمل اللي كتقوم به اللجنة الوطنية الأولمبية والوزارة، ونصبوا جميعا في النموذج التنموي اللي جا به سيدنا الله ينصرو. وحنا كي كنقولوا ملي كنهضروا على توسيع القاعدة خصنا الحكام، خصنا الإداريين، وخصنا المنظمين، وهادشي كله كنخدموا عليه وما يكون غير الخير ان شاء الله. اولا كنشكر الجامعه الملكيه المغربيه اللي هي رياده البادمنتون، وبالخصوص عصبه الرباط سلة القنيطره على الاحتضان ديال هذه الدوره التكوينيه الخاصه بالحكام. وحنا جد سعداء بالتواجد ديالنا هنايا، لاننا في هذه الفتره الصباحيه بدينا بانفورماسيون ديال لاربيتراج اللي ان شاء الله في لابخي ميدي وغدا غادي تحول للتطبيق في التيغا. اليوم حاضرين في مدينة القنيطرة من أجل دورة تكوينية للحكام في رياض البادمنتون، وحنا جينا لهذا التكوين اليوم إن شاء الله باش نستافدو من واحد لابليكاسيون جديدة ديال التحكيم. تم كما كنقولو استغلال جميع الكفاءات والقدرات اللي في هذه اللجنة، وبيناتها الكوميتي ديال الديفلوبمون اللي حاولت ان اليوم تكون اول مره تنظر الصعيد الجامعه الملكيه للبادمنتون استعمال لا تكنولوجي هي اربيتراج سمارت. هذا هو الشعار اللي خدينا على عاتقنا، ان دوغينافون غادي تكون واحد الاربيتراج اللي هو كنستعملوا فيه الوسائل اللي ممكن تشوفوها في التظاهرات العالميه، مثل السيستم اللي كونيكتي لابليكاسيون داربيتراج كتعطينا لا فيناليزاسيون توتال دو في دو ماتش، وهذا ما تم دراسته وعطيناه الاولويه تكوينها. واليوم كذلك وهي فرصه للتطعيم الحكام وهذه اللجنه ديال التحكيم وحكام جدد اللي تا هما غادي نعطيوهم المشعل ان شاء الله باش يهدوا رايه التحكيم الوطني سواء على الصعيد الافريقي او على الصعيد الدولي. الوغ بالنسبه للون اوفيسيال ديال الاربيتراج دو نيفو ديال بي دبليو اف ضروري، يعني من غير الشروط تكون ميتريز ديال لونجلي، ولكن بالنسبه للغه الثانيه بعد اللغه العربيه الامازيغيه عندنا اللغه الفرنسيه، دونك كنعتبروا حنا في المنطقه اللي كتمارس رياضه البادمنتون سواء التحكيم او الممارسه باللغه الفرنسيه. وهنا غادي نقولوا ان مساله اللغه هي مساله مرتبطه ومنظمه من طرف الاتحاد الافريقي، كاين دي ريسبونسابل دو ديفلوبمون اللي خاصين باللغه الفرنسيه، كاين دي ريسبونسابل دو ديفلوبمون لجميع المستويات. حنا كنهضروا هنا على المستوى ديال التحكيم ديال باللغه الانجليزيه. دونك حنا حاولنا ان الحكام ديالنا، لان ما كنعرفوش كل واحد المسار المهني ديالو فين غيوصل، كنحاولوا نديروا داك المزيج بين اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه باش كلشي يستافد، وربما يوصل الحكم مستقبلا ونمروا له مشعل يكون في الاتحاد الدولي وحاضر في الالعاب الاولمبيه، وهناك ضروري غيكون تما اللغه الانجليزيه حاليا اللي هي معتمده، وربما على حسب التوصيات اللي كاينين في الاتحاد الدولي واللي جوج انترناسيونال اللي كنتواصلوا معاهم كيقول لك ان المشكل ديال اللغه راه مطروح، وراه العمل ديال الفريق العمل ديال ديفلوبمون ديال التحكيم انترناسيونال كيحمل على انه يقحم واحد اللغه جديده اللي هي لغه حيه. ولما لا ان في اطار الاتحاد العربي تكون مقترحات ديال ادماج اللغه العربيه اللي هي لغه غنيه. وفعلا احنا هذه الفكره احنا خدنا على عاتقنا كمديريه التحكيم الوطنيه لدعم اللغه
العربيه وكذلك تبسيط جميع المساطر اللي غادي اللي غتعطي فرصه للحكام المغاربه اللي غيتجاوزوا فيها مشكل اللغه. بهذه المناسبه كنبغي نشكر الجامعه الملكيه على المبادره ديالهم اللي توفرت لنا انفورماسيون على الحكام المبتدئين، وكنشكر حتى الاستاذ اللي دار لنا الفورماسيون سيد لاربيتر الانترناسيونال سيد دكان بلال، وهذا المشاركه ديال هذه الفورماسيون. واخيرا كنشكر بزاف الجامعه وبالنسبه لي كحكمه امراه انها دارت المناصفه وعطتنا شويه ديال المساواه ولا بزاف المساواه مع الحكم الرجل. شكرا بزاف.